انفراد بس مهم كده، جالي تفضل كان من المفترض تفضل ان النهارده الاحد الفلوس تكون في حسابات لعيبة نادي الزمالك، في حسابات لاعبي نادي الزمالك. طيب ايه اللي اخر تمام. ايه اللي اخر الموضوع ده؟ انفراد. الفلوس تواجدت بالكامل المستحقة للاعبي الزمالك، وانفرد معكم بالرقم لاول مرة، وعقوله بالتقريب على كان محدش يظن ان انا طلعت على اوراق، مش هقول الرقم الحقيقي، هقوله بالتقريب. المديونية المستحقة للاعبي الزمالك والجهاز الفني والجهاز الإداري والجهاز الطبي وصولا إلى عمال غرف خلع الملابس في الزمالك، والتي كان من المفترض أن تسدد على مدار الشهور الماضية، وعدم سدادها يعرض فريق الزمالك للخطر وأغلبه لمقاضاة النادي والرحيل فري على غرار حمدي النقاز، لأن الترك خراب في خراب في خراب. إجمالي المبلغ المستحق للوقوف عند النقطة السليمة لبداية أن يأخذ كل لاعب مستحقاته في موعدها دون أن يكون هناك أي مشاكل على النادي تهد كيان الفريق الأول، بالتقريب 18 مليون جنيه. وعايز أقول إن دي ليست إجمالي المستحقات، أنا بتكلم النهاردة الأستاذ علاء حمام دكتور، أنا مريض. أكلم علاء تاني. وأنت فصلت علاء ولا إيه؟ أنت فصلت ولا إيه علاء؟ لا ده فصل من عندك أنت. لا أضع أوتوماتيك بقى. طيب طيب تمام. وقفنا لغاية فين؟ لحد ما أنت قلت أنا هقول الرقم تقريباً. هقول الرقم فمحل. هقول الرقم تقريباً، ولكن عايز أوضح أمرين. إن الرقم اللي أنا هقوله ليس الرقم الإجمالي، وإنما هو الرقم المستحق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تصبح العقود إدانة على الزمالك واللعيبة يا أغلبهم يرحل على غرار حمد النقاز، لأني أغلبهم كاسر لهم ما يزيد عن الشهرين يعني بالزيادة والنقص، واحد شهرين، واحد ثلاثة، واحد شهرين ونص، واحد 4 شهور، لكن أغلب الفرقة كاسر لها مستحقات من شأنها إنه لو ذهبوا إلى الفيفا يرحلون على غرار حمد النقاز. وده يدل عن اللعيبة دي رجالة ولم تضحي بالزمالك ولن تبيعه مع اللي باع. وعشان كده دلوقتي الكلام اللي أنا بقوله بيثبت لكم إنه اللعيبة دي لو عايزة تأذي كانت أذت من زمان. إجمالي المبلغ الذي يدفع خلال 48 ساعة عاجل 18 مليون جنيه بالتقريب، قابل للزيادة. بس حد يقول لي 18 بس، أنا بكلمك على اللي ينقذ فرقة الزمالك من إن مفيش حد يبقى ماسك الزمالك من إيده اللي وجعاه. يبقى واقفين على نقطة إيه؟ اللي ليه شهر، اللي مش عارف، يعني نحل المشكلة الأول إن إحنا ننقذ الموضوع قبل فوات الأوان. طيب هذا المبلغ تواجد، هذا المبلغ تواجد بالكامل ودخل حساب الزمالك، وأقول لك انفراد تاني في حساب الزمالك في بنك مصر. مركز معايا؟ في حساب الزمالك في بنك مصر. معاك معاك. واخد بالك؟ المسؤولين في بنك مصر بعد رحيل المستشار محمد عطية أوقفوا تحويل المبالغ للعيبة، لأن المستشار محمد عطية هو صاحب التوقيع في البنك، فتم تغييره بآخر بعد أن استقال، فكان لابد أن يتم عمل توقيعات جديدة على الحساب. فجاء اقتراح من السادة في بنك مصر إلى المسؤولين في النادي
ان يا جماعه اللعيبه كلها حساباتها في بنك السي اي بي اهو، انفراد اهو بقول لك عليه اهو. اتفضل. لعيبه الزمالك حساباتهم في السي اي بي، حسابات لاعب الزمالك في السي اي بي، فعلى كان تتحول من بنك مصر للسي اي بي تاخد عمليه تحويل من 3 إلى 5 أيام. فتم الاقتراح ان يتواجد موظف البنك او ناس من موظفين البنك في النادي خلال الساعات القادمه ويفتحوا حسابات لجميع اللاعبين والمسؤولين عن الفريق الاول في بنك مصر، وبكده عملية تحويل المستحقات طبقا للكشف المعتمد اللي وصل لبنك مصر تتم في أقل من 20 دقيقة. وصلكم الانفراد اللي أنا بقوله ده من الأول؟ 18 مليون اللي حصرتهم اللجنة اللي لازم يبقوا في حسابات اللعيبة على كان اللعيبة ما يكونش موقفها القانوني أقوى من النادي. يعني قسموا المشكلة إلى جزئين، علاء دكتور وأنا مريض، فروح تكشف. قال لي بص إحنا هنمشي تدريجيا، الأول نوقف النزيف لا قدر الله يعني، وبعد كده هنشوف نتدخل جراحيا ولا نعمل إيه مع بعض. فقلت له ماشي، فراح مديني علاج عاجل يوقف الحالة اللي أنا فيها الخطرة، لأن كان هناك مخطط إن 3/4 اللعيبة دي تمشي ببلاش. هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية، وأنا مسؤول عن كل حرف فيه. وأغلب نجوم الفرقة الستار كسر لهم 3 شهور، والقانون الفيفا الجديد بعد 2 شهر يمشي زي حمد النقاز ما عمل، وياخد كامل عقده. فأنا بشكر اللجنة باسمي أنا وزميلي الأستاذ علي حمام، وبشكر اللعيبة. بشكر اللعيبة ليه؟ لأن ظهر النهاردة معدن الرجولة عند اللعيبة. اللعيبة دي لو كانت عايزة تنط من المركب قبل بطولة أفريقيا اللي البي طالع يقول لهم تأمرتوا عليا عشان تمشوني، كانوا نطوا من المركب وما تبقت في الفرقة غير 5 6 لعيبة. كانت هناك قنابل موقوتة، وأنا أهيب باللجنة، وأنا هنا أخاطب لجنة الكورة إن يكون بينها ما بين الإعلام شفافية. فيش حاجة هتستخبى، الأرقام دي أنا جبتها من واقع السجلات من البنك، ما عنديش مصادر في نادي الزمالك خالص. لازم يبقى في شفافية، ما تسيبوش الناس تتاجر بالزمالك. قولوا احنا جينا لقينا المديونية 50 60 مليون عشان تتحل، كان لازم نحلها جزئي، نبدأ بسداد المتأخرات اللي تكسر ما فوق 2 شهر، وحصرناها لقيناها 18 مليون بالمرتبات، حطناها في الحساب فورا، ووصلنا لاتفاق مع بنك مصر بإن يتعمل حسابات للعيبة ببنك مصر، لأن حسابات اللعيبة كلها معمولة ببنك السي أي بي، وبكده التحويل بدل ما بياخد أيام يتم من ربع ساعة ل 20 دقيقة. وعلشان كده اللعيبة فلوسهم هتكون خلال ساعات، متوقفة على 2 أمر: فتح حسابات اللاعبين في بنك مصر، والتوقيع الجديد للسيد المستشار المحترم اللي قال عليه الاستاذ علاء تم اتخاذ قرار. معالي اللواء المستشار عماد عبد العزيز اللي هو امين عام القضاء العسكري السابق او المستشار السابق بالقضاء العسكري، واللي هو جاي بدل معالي المستشار الجليل محمد بيه عطيه، وهو ده اللي هيبقى له حق التوقيع بعد أن اتخذ قرار بأنه قائم بأعمال أمين الصندوق. فباكر أو تم النهاردة الحد استبدال التوقيعات بعد القرار الرسمي، وعماد بيه عبد العزيز أصبح هو صاحب التوقيع على الشيكات، وتم تغيير الورق،
وأرسل الكشف للبنك وتم وضع المبلغ كامل، كل مستحقات اللعيبة المتأخرة والتي تجعل النادي يتجنب الهرم من ضعيف إلى قوي كلها في حساب النادي في بنك مصر، وسيتم تحويلها خلال ساعات على حسابات اللاعبين والمدربين والإداريين والجهاز الطبي عندما يتم فتح حسابات في بنك مصر لكل من يعمل بالفريق الأول. أعتقد إن ده انفراد مهم جدا، ولا عندي بني آدم، لا هم مش ولادك، انت دمرتهم وكانوا بيلعبوا للكيان غصب عنك. وعلى فكرة النهاردة في كلام جديد بيتقال، ابعد التليفون تاني على عكن صدى الصوت، في كلام جديد بيتقال، ابعد التليفون شوية زي ما كان في الاول، لان لما بتقربوا من لما بتقربوا مني بيحصل صدى صوت. ماشي، وده السؤال اللي هسأله للأستاذ علاء حمام، تقول ايه للعيبة الرجالة دي بعد ما وضح بالمستندات ان هم باعوك الزمالك وقت ما كان البيع بالرخيص، وتقول ايه للجنة وبصفة خاصة لأيمن قاسم، لأيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي، وعايز أقول لهم لا تبخسوا حقكم، انتوا اللي هتبخسوا حقكم بأنفسكم. أدعوكم لمؤتمر صحفي توضحوا فيه المديونية كانت كام ودفعتوا كام وحلتوا الأزمة ازاي. اتفضل يا أستاذ علاء لو ليك تعليق. أول حاجة احنا الحمد لله وجهة نظرنا كانت سليمة في لعيبة الزمالك، وقلنا من فترات طويلة ان هم رجالة ومحترمين وبيراعي ربنا في النادي ومخلصين لجماهيرهم، ودافعنا عنهم وكنا بندافع عنهم باستماتة عشان احنا على تواصل معاهم وعارفين معدنهم وعارفين ان هم محترمين وصبروا كتير وتحملوا كتير. فطبعا الموقف بتاعهم ده دليل على الكلام اللي احنا بنقوله، ودليل ان هم لعيبة عندها اخلاص وعندها وفاء للنادي، وعشان كده الجمهور بيقدرهم ويحترمهم ودايما بينسندهم ودايما بيشجعهم. ده كلام للعيبه. كلام للكابتن اشرف قاسم وكابتن ايمن يونس وكابتن عبد الحليم علي، دول ولاد نادي الزمالك مخلصين لنادي الزمالك، حققوا بطولات لنادي الزمالك، ساهموا في زياده شعبيه نادي الزمالك، وقفوا مع نادي الزمالك وقت الازمه. الزمالك لقى اولاده وقت الازمه، الزمالك لقى اولاده، دي حقيقه. هم دول ولاده المخلصين. كلمه بقى للمستشار احمد بكري والمستشار هشام ابراهيم واللواء المستشار القدير عماد عبد العزيز، انتوا ناس اجلاء، ناس محترمين، جيتوا في وقت صعب، وقت حرج، مشاكل كتيره، ملفات كتيره مفتوحه، لكن الزمالك كان محظوظ بيكم، محظوظ ان انتوا ناس محترمين، ناس عندكم القرار، عندكم الدراسه، استوعبتوا الامر بسرعه، وقفتوا مع النادي بسرعه، عليتوا النادي بسرعه، تصديتوا لمشاكل النادي بسرعه. بنشكركم، وموقفكم ده التاريخ هيفتكره وهيفضل فاكره وهيذكره بكل خير. أشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ علاء. وخلي بالك، بص عايز أأكد على حاجة تانية، أنا غير متواصل مع أي حد داخل نادي الزمالك. أقول لكم على حاجة، أنا بكرة سأنفرد معكم بتفاصيل الملف الضريبي. أنا راجل بروح للمصادر إن شاء الله. بكرة إن شاء الله أقول لكم من 2005 ومن بعد جدولة الضرائب اتدفع كام واتبقى كام والقضايا اللي اترفعت، والوم على اللجنة ان في ملف الضرائب كان يجب عليها الا تذكر ارقام، لان ما زال هناك ارقام متداولة في المحاكم، لان الخطأ الوحيد الذي جاء في البيان هو ذكر رقم الضرائب. انا حافظ ملف الضرائب زي ما حافظ على حمام. اخطأتم خطأ فادحا عندما اعلنتم عن رقم الضرائب. الرقم مش مليار ونص، ولكن ما هو اهم من الرقم، انك انت لما تفاجئ ان مال الزمالك بيضيع علشان خاطر الاستهتار، انك تفاجئ ان في اكتر من مره يتم التسويه مع الوزراء، ولا تحترم الدوله ولا ضرائب الغلابه ولا الوزراء.
أول مرة حضرتك تعرف إن الزمالك دخل في تقاضي في قضايا ضرائبية تم التسوية عليها. يعني تخيل الأستاذ علاء أمام دلوقتي لي عندي 10 جنيه، قعدنا يا عم علاء عدهم لك على 10 دفع كل شهر جنيه، قال لي أنا موافق. أروح أقوم أرفع قضية على علاء ولا أدفع كل شهر جنيه؟ تدفع التزام. تخيل أنت في كل مرة تحصل التسوية الزمالك كان يقاضي الضرائب بعد الالتزام، وبعد كده ايه ويخسر كافة القضايا، لانه خلي بالك التسوية ما بتحصلش بالبوق، ده بتحصل بورق وتوقيعات، أكيد طبعا. فبيخسر الزمالك وفي الاخر تلاقي زي مبلغ ال100,000 جنيه، ال100 مليون جنيه، ال100 مليون جنيه دي اخر مبلغ كان مستحق للضرائب كتلة واحدة، ده قفز ازاي ل 250 مليون؟ تأكيد حاجات متأخرة يعني يعني غير انا عليهم يعني. انا دلوقتي سويت معاك على 100 مليون، طب ما ادفع ال 100 مليون، قفز المبلغ ل 200 ل 250 لانه جاله 50 مليون فوائد لعدم الالتزام بالتسوية والذهاب الى المحكمة، وطول ما انت بتتقاضي الفوائد شغالة، لو كسبت القضية تتشال الفوائد، خسرت بتدفع المبلغ بكامل الفوائد. لو كسبت، لو خسرت القضية ما بتدفعش أصل المبلغ يا علاء، يا علاء بالفوائد الله ينور عليك. فلما خسر بالفوائد. الزمالك، انت صرت قلت كلمة غريبة قوي. اتفضل. لا الزمالك كان عليه 100 مليون، لما دخل في تقاضي خسر القضايا فدفعهم 150 مليون. طب وهتعادل المحامين ما هو وهتعادل لحظة، الدعاوى دي ما هو أنا جاي، هتعملوا أنا جاي لك. أنت لما، ايه؟ أنت لما المبلغ بقي 50% منه فوائد وزاد من 100 ل 150 أو أقل، في الفترة دي كان جه عليك 100 مليون ضرائب جديدة، فأصبح المبلغ من 100 مليون وتسدد بانتظام الجديد بقي عليك ربع مليار، يا حلاوة. والعداد بيعد في جديد. والحسابك كده ده تمام كده؟ تعال بقى روح للتقاضي، ده قصة تانية. أنا بكلمك زي الأستاذ ممدوح عباس، ليه 40 مليون جنيه. المحكمة حكمت له بعد ما حصلت المماطلة وعدم الاعتراف ب 70 مليون بالفوائد، يا خبر ابيض. وضيف عليهم 10 15 مليون اتعاب محاماة ومصاريف محاكم، يبقى كده دخلنا في 90 مثلا او 80. طب ما ادفع ال 40. عرفت بقى؟ المحامين اللي كانوا بيروحوا يحضروا الجلسات عرفت والناس دي يا بيه يا مين بيه. بيدفع ثمنهم الاتعاب؟ استدعى بالله، اللجنة، المحامين الاجلاء، سواء المحامين الاجلاء اللي كانوا بيروحوا يقعدوا يحضروا القضايا وفي الاخر يخسروها، لان طبعا هم بالتاكيد رايحين وعارفين ان هم يخسروها لان دي فلوس عليهم. هي كان الاسعار بتاعتهم كان مين بيتحملها؟ نادي الزمالك الرقم طب تم. ازاي نادي الزمالك يا استاذ عبد الناصر مش عيب تقول معلومه غلط للناس؟ اذا كان الراجل طلع النهارده قال لك انا كنت بدفع من جيبي انا وعيالي للنادي، انت ما سمعتوش ولا ايه؟ الله يسهل له يا عم، انا مش هرد عليه، انا راجل معايا ورق ومستندات. قال لك انا بدفع للنادي من جيبي انا وعيالي. المهم هنشوف، فانا هشوف كلامك حقيقي ولا مش حقيقي، ما تقلقش يعني، ماشي الايام اللي جايه دي البنك هنشوف مين اللي كان بيدفع للنادي. حبيب انا عبد يا الناصر حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، الوم على اللجنه، انا شرحت جزء من الضرايب، الوم يا استاذ عبد الناصر. تلوم على اللجنه ايه؟ اللجنه لما طلعت وقالت المخالفات وبتاع وطلع يقول لهم انتوا بتعملوا بترد عليا، امال عايزينهم يسيبوك، يسيبوك المجال. لا لا انت مش بقى، تهبط وتقول اي حق. ما فهمتنيش، انا بلوم عليهم ليه؟ انهم هم تركوا له الفرصه للكلام على المشاع، كان يجب ان انا لما ماشي، ما هم لما ردوا عليه افحموه، والنهارده انت لو جبت الفيديو بتاعه ال 40 دقيقه دول كلهم مفيش رد، مفيش رد بمستندات، لا هو مفيش رد واضح. انا عايز اسال لماذا رفع ال 40 دقيقه بعد 4 دقائق؟ لا السر ده عندي انا بس يعني صعب ان احنا نقوله على الهواء. وانا عندي السر برضه بس مش هقوله،
ولكن في النهايه هو في المعلومه اللي عندي ان الدمعه فرت من عينيه. بص، في النهايه انا لا ارد على هذا الرجل. انا بس انا بقول لك معلومه، وانا بقول لك رد بص بص عليه. لا 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 يا عم، عايز الدمعه فرت من عينيه. انا بوعي الجماهير. شكرا جزيلا يا علو. ماشي، اتفضل يا باشا. شكرا جزيلا يا حبيبي. ايه الشفاعة الجميلة انا موجود ولا خلاص اروح؟ ما خلاص حييتهم، هو وعيتهم. طب متشكرين قوي. سلام. نورت المحكمة يا عبد الناصر. سلام. اللي انا بقولها لكم الارقام دي للاسف التفاصيل مرعبة، وانا ما هو متاح لي اقوله لكم.